إيجالو أمام عواد، هل يعود عواد ليتألق من جديد مثلما تألق في أحداث ومجريات هذا اللقاء؟ نشاهد نرى نتابع هنا. إيجالو، إيجالو على التنفيذ، على تنفيذ الركلة الترجيحية الأولى لمصلحة نادي الهلال. إيجالو أم عواد، إيجالو أم عواد، هنا إيجالو يتقدم، إيجالو حطى، حطى إيجالو، سجلها إيجالو على يمين عواد ليسجل الركلة الترجيحية الأولى لنادي الهلال. الهلال ركلة ناجحة عن طريق إيجالو، إيجالو لا يخطئ المرمى، إيجالو لا يخطئ الشباك، دائما ما يسير نحو المرمى بثقة في انفراداته حتى في ركلاته الجزائية والترجيحية. هنا ركلة ترجيحية أولى ناجحة لمصلحة نادي الهلال، بينما هنا ركلة ترجيحية أولى لمصلحة نادي الزمالك. هل يتصدى المعيوف أم أن لاعب نادي الزمالك يضع الكرة في المرمى؟ وهنا لدينا زيزو على التنفيذ، زيزو من أجل التعديل، زيزو من أجل التعديل، زيزو من أجل التعديل أمام المعيوف، زيزو المعيوف في نظرة، في نظرة وما بعد النظرة من جانب زيزو، تسديدة والتسديدة الأيمن، تعاقد مع الهلال في كرة زيزو وفي تسديدة زيزو، وبالتالي الكرة الأولى للزمالك تضيع عن طريق الهدف. الهلال ركلة، الهلال ركلة، الزمالك لا شيء، هكذا هي النتيجة الآن. زيزو هو من سددها، ولكن القائم الأيمن قال كلمة في اللقطة الماضية في الركلة الجزائية الثانية. هنا سالم دوسري على تنفيذ الركلة الترجيحية الثانية لمصلحة نادي الهلال. سالم الدوسري على صار، سالم الدوسري أمام عواد، سالم في أي زاوية سيضع الكرة؟ الدوسري على التنفيذ، سالم الدوسري من أجل الثانية، سالم، سالم والتسديدة، يا سلام، الله، الله، وضع الكرة بعقل في اللقطة الماضية ليسجل الركلة الترجيحية الهلالية الثانية. مميزة كانت عواد، اختار اليمين، سالم وضعها على يساره ليسجل الهلالي، ليسجل الزعيم الركلة الترجيحية الثانية. الركلة الترجيحية الثانية لمصلحة نادي الزمالك، وهنا احتفالية سالم بأيدي الجماهير الهلالية، بينما هنا الركلة الترجيحية الثانية لمصلحة نادي الزمالك. شيكا يتابع، يترقب ركلة الزمالك الثانية أمام المعيوف، أمام المعيوف، هنا التسديدة اليمينية مميزة، جول، حطها، حطها، حط في الشباك الهلالية ليسجل الهدف الزملكاوي من الركلة الترجيحية الثانية عن طريق محمد أشرف. نعم، كانت في الشباك ليقلص الزمالك الفارق، يقلص الزمالك الفارق في هذه اللحظات. دعوات في المدرجات، الكل واقف هنا في استاد لوسيل يرقب وينظر ويتابع الركلة الترجيحية الهلالية الثالثة الآن. لوسيانو فيما يبدو على تنفيذ، على تنفيذ الركلة الترجيحية الثالثة للهلال، الثالثة للهلال، الثالثة، عواد، عواد، عاد عواد، عاد عواد، فعاد الزمالك من جديد، عاد عواد، فعاد القلعة البيضاء من جديد، عاد عواد ليتألق من جديد من أمام لوسيانو. عواد قال لا، ليس في كل مرة، الثالثة كانت ثابتة لعواد من أمام لوسيانو، تصدى، نعم عواد يعيد الزمالك في هذا اللقاء. لكن لدينا ركلة ترجيحية ثالثة. ما الذي حدث؟ هل تحرك عواد؟ هل تحرك عواد من أمام خط المرمى؟ نعم، الركلة الترجيحية إذن سيعاد تنفيذها. الركلة الترجيحية الهلالية من لوسيانو سيعاد تنفيذها. هنا، هنا تحرك محمد عواد، طبعا مع القوانين التي استحدثت مؤخرا بالنسبة لركلات الجزاء والترجيح، هنا تحرك محمد عواد من أمام خط المرمى.
وبالتالي تعاد ويعاد تنفيذ الركلة الترجيحية الهلالية الثالث. لوسيانو هذه المرة هل يختار نفس الزاوية أم أن عواد يكون له بالمرصاد؟ أم أن عواد يكون له بالمرصاد؟ هنا لوسيانو 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 حطها حطها صح هذه المرة في نفس الزاوية ولكن بشكل مستحيل على عواد، بصورة مستحيلة على عواد ليسجل لوسيانو ركلة الترجيح الثالثة للهلال. الثالثة للهلال من جانب لوسيانو. الثالثة للهلال من جانب لوسيانو، ثلاث الهلال، واحد الزمالك لكن مع ركلة زملكاوية. وهذا المشجع الهلالي السعيد بهذه الركلة الترجيحية الثالثة. الركلة الترجيحية الثالثة لمصلحة نادي الزمالك. المعيوف ينتظر. أوه عينك 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 هنا المسألة مسألة كبرياء. الركلة الترجيحية الثالثة. رد المعيوف. المعيوف قال لا، ليس وحده عواد هو المتألق، فأنا المعيوف أقف هنا لأتصدى مثلما تصديت للكثير. أنا عبد الله المعيوف، هكذا قالها بلسان حاله وهكذا قالها وترجمها بتصديه في الكرة الماضية. المعيوف يبقي الأمال كبيرة 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 كبيرة. الأمال الهلالية كبيرة، نعم الأمال الهلالية كبيرة. 3-1 والرابعة من كاريو. لو دخلت لتوج الهلال، لو دخلت لتوج الهلال. البيروفي كاريو على التنفيذ من أجل لقب آخر يضاف إلى خزينة الهلال، من أجل لقب آخر أمام عواد. عواد هل يبقي على الحظوظ أم أن كاريو 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 خلاص 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 خلاص. الزعيم بطلا لبطولة كاس سوبر لوسيل، الهلال بطلا على حساب نادي الزمالك بركلات الترجيح. هذا الهلال كبيت من الشعر تنتهي قافيته بالبطولات. نعم هذا الهلال كبيت من الشعر تنتهي قافيته بالبطولات. ينهي هذا اللقاء ببطولة عن طريق كاريو الذي يسجل الركلة الترجيحية الرابعة لينهي الأمور، كل الأمور، ليتوج الهلال بطلا ببطولة كاس سوبر لوسيل في هذه النسخة الاستثنائية. هنا في استاد لوسيل الزعيم قال كلمته ليس من خلال الوقت الأصلي في هذا اللقاء بل من خلال ركلات الترجيح.